نعود إلى الدكتور يوسف العلوي، أخصائي أمراض الجهاز التنفسي والحساسية. دكتور العلوي، أهلا بكم من جديد. ما تعليقكم على الحالة الوبائية في بلادنا كما تتبعنا معطياتها الآن؟ وأخي بكل إخلاص، بلادنا متحكمة الحمد لله في الوضع. المجهودات التي تقوم بها الدولة تحت تعليمات السامية المولوية، تضافر الجهود، جهود الطبيبات والأطباء والمساعدين، السلطات الإدارية، السلطات الأمنية مشكورة، تضافر هذه التضافر أعطتنا واحد العدد كي قال الدكتور يوبي 2625 نهار بدأت هذه الجائحة. 2685 تحديدا؟ 2685 اللي المؤشر اللي هو إيجابي هو رحمة الله عليهم عدد الوفيات قليلة، رحمة الله عليهم الغفران في هذا الشهر، في هذه الأيام كذا نقولوا العواشر. المؤشر الإيجابي هو عدد الناس اللي دخلوا، المرضى اللي دخلوا الإنعاش وقليل جدا. فهذا أكبر مؤشر بأنه دول المجهودات ديال التضافر ديال جميع المجهودات كما قلت أعطت واحد الوضع متحكم فيه. حتى الناس، حتى الناس على العموم استجبوا للتعليمات، إلا أنه تلاحظوا في هذه الأيام ديال العواشر كيف تنقولوا واحد التراخي ديال الناس. تنشوفهم هنا في الأسواق تيمروا على الحاجز الأمني تيزولوا القبعة ولا هاد الكمامة اللي تيحطوها تحت المنخر ديالهم ولا ما تيبدلوهاش. فاحنا خصنا نزيدوا باش نربحوا الرهان، خصنا نزيدوا نستجبوا النصائح الطبية وديال الإدارة باش نربحوا الرهان ويكون إن شاء الله نخرجوا من هاد كيف تيقولوا هاد الحرب بأقل خسائر، إن شاء الله يكون خير في المستقبل. دكتور العلوي، وزارة الصحة ومنذ الوقوف على بعض البؤر الأسرية أو العائلية أكدت عدة مرات على أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى داخل البيوت، لا سيما بالنسبة للحالات التي يشتغل فيها أفراد من هذا البيت أو يخرجون لأسباب الضرورة القصوى. كيف يمكن الالتزام بهذا التباعد الاجتماعي داخل البيت؟ وهو يا أخي أولاً داك التباعد يكون حتى في المنازل إذا أمكن. تنعرفوا كاين الناس المساكن عندهم 50 متر صعيب، ولكن خصنا نديروا أقصى الجهود، نديروا أقصى الجهود باش يكون التباعد. وحتى الشخص إلا بغى يخرج يتقدى الأسرة ديالو ما يخرجوش جوج، باش يخرج واحد. وفي الدار خصنا نديروا الكمامات، راه الشيء في صالحنا كما قلنا، وغسل الأيدين، غسل اليدين بالصابون راه حاجة بسيطة، راه من الحظ ديالنا هو هذا الفيروس ديال كورونا عنده التاج، وحيت عنده داك التاج هذيك باش سماه كورونا، راه غسل الأيدين بالصابون راه واحد العلاج كبير ديال الوقاية منه. فخصنا نمتثلوا لهذه التعليمات، راه هي في صالحنا، ما نعياوش، ما نحطوش السلاح كيف تنقولوا. دكتور، ما هي الاحتياطات التي يتعين اليوم على فئة الأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية الاسترشاد بها والالتزام بها للحفاظ على أقصى حظوظهم من السلامة والصحة في هذه الفترة؟ وأستاذ تنعرفوا بأن الناس اللي عندهم، الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة ديال التنفسية كمرض الرب والدقة أو كالقصور في الجهاز التنفسي واسترداد الرئة تجمع، فهادو عندهم واحد المناعة شيء ما قليلة، فالدواء ديالهم خصهم يحترموه أول وكل شيء، يحترموه وما يبقاش يتلعبوا بالدواء ديالهم. فأنا مؤخرا جات عندي واحد السيدة حامل في 4 أشهر في أزمة حادة ديال مرض الروب، عام ما شافت الطبيب ديالها، فهذا لا يعقل يكون في البلاد ديالنا. فالحمد لله الأطباء راهم كاينين، العيادات مفتوحين بس يستقبلوهم في أحسن الظروف الصحية، راه هي متوفرة. إلا كان شاف الطبيب ديالو أقل من 3 شهور ولا 3 شهور فيتصل به بالهاتف ما كيعرفش يجي، ولكن إلا كانت عنده أزمة ما يخليهاش بحال هاد السيدة اللي عطيتك المثال ديالها، يخليها حتى تتكاثر، وهادي تتكاثر وهادي يولي مالع داكشي اللي خافوا منه، مالع أحمد عقبة هو الذي هادي يصيبهم، وبالتالي غادي يكونوا عرضة لهذا الفيروس. دونك
دكتور نعم. دكتور العلوي، في هذا السياق تحديدا بخصوص هؤلاء الاشخاص الذين يتبعون علاجات لنقل طويله الامد، راجت الكثير من المغالطات بشان ضروره توقيف بعض انواع العلاج وبعض انواع الادويه التي توصف لوقف الالتهابات واشياء من هذا القبيل. انتم كمختصين بماذا تنصحون تحديدا هؤلاء الاشخاص الذين لديهم امراض تنفسيه؟ عجيب يا اخي، فكنا تلاحظوا احنا اطباء ديال الجهاز التنفسي الناس تياخذوا الكورتيكويد بدون استشاره الطبيب. الان دابا توصفوا لهم الاطباء خافوا منا. لا، شوف يا اخي، الا عندهم كورتيكويد ولا لي زانتي انفلاماتوار اللي هما وصفهم لهم الطبيب ديالهم المعالج، وهما بحال اللي عندهم دابا قصور في الجهاز التنفسي ولا عندهم امراض الروماتيزم، ما خصهمش يحبسوا الكورتيكويد الا باستشاره الطبيب ديالهم المعالج. فكل حالة لا تشبه حالة أخرى، هذا واحد. جوج، الناس اللي عندهم مثلا مرض الربو الدقة، عندنا الكورتيكويد اللي تتخذوا برشاش، ولا كانوا في أزمة راه تنعطيهم الكورتيكويد واخا الحبات الجرعة اللي تياخذوا، ولكن الطبيب ديالهم راه تعرف اش غادي يعمل، تعطيهم قدرة قليلة ومدة قليلة ولا خوف عليهم. هادشي ما ننساوش، حتى الكورتيكويد راه تنعطيهم أطباء الإنعاش، أطباء التخدير، تعطيهم للشخص اللي تيكون في الإنعاش. فشوف الهدف ديالو هو الإنسان يتصل بالطبيب ديالو. أصل المشكل دكتور، أصل المشكل هو أنه كان يقال بأن هذه الأدوية إذا صادفت أن الشخص مصاب بفيروس كورونا قد تزيد من حدة الإصابة وأشياء من هذا القبيل. إذا كانت ياخذها بدون انتظام، بدون استشارة الطبيب، ما إذا كانت ياخذ استشارة الطبيب، الأطباء المعالجين تعرفوا كيف يتجاوبوا مع هذه الحالة. واضح دكتور. بالنسبة للذين يمرون بإصابات بفيروس كورونا ويشفون، يحالفهم الحظ في الشفاء، هل هذا الفيروس يترك مخلفات أو بقايا في جهازهم التنفسي بشكل دائم؟ شوف أخي، إن بعجالة التعريف بفيروس 19، الاساتذه الاجلاء اللي دازوا عندكم في البلاطو راه فسروها بتوضيح كبير، ولكن بواحد عجاله، هذا الفيروس 19 هو تعطي 3 حتى 4 الحالات، 80% تتكون مرض بسيط، و15 حتى 20% فيها 15% ديال الحالات خطيره، وخمسه اخطر تتطلب الانعاش. فهاد الناس اللي لاحظنا اللي خرجوا اللي جاوا عندنا اللي كانوا وقع لهم الاستشفاء وجاوا تداووا، فهم كاين اكثرهم بكثير من هذيك 80%، يعني ما كيبقى عندهم والو، كيبقى عندنا ديك 15 ولا 20%، اغلبهم عندهم مرض مزمنه، وهذيك مرض مزمنه كالربو ولا كالقصور الجهاز التنفسي ولا. فهاد الناس تنعرفوا بان هو الفيروس تعطي او تقيس الجهاز التنفسي في الاول، الرئتين هما الاول واحد تيتقاس، فتيخلي واحد الالتهابات حيت تيشفاو هاد الناس اللي عندهم مرض مزمن تبقى الالتهاب اكثر، ولكن هذاك الالتهاب تقدر يدوم بعد الاسابيع حتى شهر شهرين، حيت تيخرجوا حيت تيشفيهم الله سبحانه وتعالى وبتضافر الجهود، حيت تيخرجوا الاطر اللي داوتهم في المستشفى تتجاوب معهم مدة واحد على الأقل 14 يوم، زائد الطبيب معالج تيوصف لهم الدواء، زائد لكن ترويد هادشي داك الا بقى شي داك الالتهاب راه تيمشي مع المدة بإذن الله، ما لا فلا خوف باش نتخافوا واش غادي يخرجوا مشوهين ولا مرض بزاف. لا. طيب جميل، هل هناك احتمال أن يتحول فيروس كورونا الجديد إلى فيروس موسمي، أو يعود كل فترة يعود في موجة ثانية؟ شوف أستاذي، هذا الفيروس هو فيروس متجدد. علاش متجدد؟ حنا المعلومات اللي كاينه معلومات قليلة، يلا هذا 3 شهور 4 شهور باش تنعرفوا عديد الأبحاث هذه يبان. لا، إلا أنه كاين واحد الاستنتاجات، هذا كيف إلا قيسنا على الانفلونزا لا غريب المعروفة، فيقدر هذا الفيروس يرجع مثلا في الشتاء، وقدر يرجع من دابا عام، وقدر يرجع حتى من دابا 20 كي تيوقع الانفلونزا. ما كاينش ابحاث اللي هي تعطينا لانه باقي جديد، الا انه ما
غادي نخافوش بحال دابا، غادي يكون ان شاء الله التلقيح، وغادي الناس ان شاء الله يتمنوا التلقيح، ما توقعش داني ديك الدجه اللي كتوقات على التلقيح ديالهم في يونزا، شي بغا يديروا شي بدو شي ما، غادي يكون ان شاء الله الدواء. دابا كاين اكثر من 30 ابحاث على الدواء الناجع، غادي يكون ادويه متوفره بكثره. ثالثا وهذه غادي نخرج اللي خصنا نخرجوا منها ان شاء الله هو تغيير الناس والدوله للصحه، فالصحه حنا غادي نعطيوها قيمه والناس تعطيو قيمه لصحتهم، ماشي عيب يكون عندهم الطبيب ديالهم العائلي كيف الدول الاخرى. الا كنا درنا هذا الشيء والنظافه وحتى على النظافه، الا درنا هذا الشيء فحيت الا جا هاد عاود جات دابا في الشتوى للعام الجاي غادي نكونوا ان شاء الله مسلحين، ما باقيش كي تنقولوا بالدارجه دوز علينا. طيب نتمنى ذلك بالفعل دكتور. ختاما الأطفال هل لديهم مناعة أو مقاومة أفضل لهذا الفيروس، فيروس كورونا؟ الظاهر أن معدل الإصابات في صفوف الأطفال منخفض جدا، لماذا؟ والاستنتاجات بقية جديدة، إلا أنه كنا نقولوا واحد الاستنتاجات واحد التخمينات. أولا تنعرفوا بان الاطفال عندهم الرئه ديالهم ما معرضاش بحال الكبار للتلوث كالدخان كالتلوث الخارجي. ثانيا تنعرفوا بان الاطفال في الصغر ديالهم في حياتهم كيتعرضوا لعدد ديال الفيروسات اللي هما من عمومه هذا الفيروس كورونا، وبهذا لو سميتو السيستيم ديالهم جهاز ديال المناعه تكتسب واحد المعنى اكثر، وربما سيساعد على 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 مقاومة الفيروس، مقاومة الفيروس هذا الحل. ثالثا تنعرفوا بانه الاطفال عندهم واحد الجدول ديال التلقيحات اللي تيتاخذوا، وبين قوسين الدوله راه الحت على الناس على الامهات باش يديو ولادهم المستشفيات ومراكز الصحه باش يلقحوا. فهذوك التلقيحات اللي تياخذوا سواء ديال البي سي جي ولا ديال لا غوجو ولا كاع التلقيحات اللي تيديروا، هذوك التلقيحات تعطيهم المناعه الفيروسات اللي كاينين وتزيدهم مناعه ضد هاد هاد الكوفيد 19. وكاين واحد المعطى اخر، هو هذا فيزيوباتولوجيك، بانه الخليه ديال الالفيول اللي فيها تتلقى كيف تنقولوا الهواء مع الدم، هذيك الخليه فيها واحد لو ريسيبتور ديال السيرفال تيقولوا ليه ACE2، هذاك لو ريسيبتور اللي فاش تتلقى فاش تكون داك ليشونج ديال الاكسجين، الريسيبتور ماشي بحال ديال الكبار، ماشي نفس المتلقي. ماشي بحال. دونك ننساوش بانه الاطفال راه واحد 5% تتكون عندهم الحاله ما تنعرفوهاش، راه شي بس السلطات حبسات المدارس، حبسات الكريش ما يمشيولهاش الدراري. طيب. لانه تكون كاين واحد 5 فيهم وديك 5 تقدر تدوزها للناس، دونك ما حسبناهمش. طيب. هادو معطيات، ولكن الابحاث راهي غاديه، هادو معطيات. شكرا لكم الدكتور يوسف العلوي اخصائي امراض الجهاز التنفسي والحساسيه، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات، حدثتنا من مدينه اكادير.